ما رأيكما أن تؤجل اللعبة حتى تسمع بقية القصة؟ لا يوجد خير محض إلا عند الملائكة، ولا يوجد شر محض إلا عند إبليس الرجيم. عندما ألقى وحشي حربته فقتل سيدنا حمزة وفر هاربا. أحسنت يا وحشي، أحسنت أيها البطل المغوار. إن الذي منحني الحرية هي حربتي، حربتي وذراعي، وسأظل مدينا لهما ما حييت. وأنا لم أنسى ما وعدتك به يا وحشي، خذ هذا حقك. أخيراً سأحقق كل ما حلمت به. ألن تبقي شيئاً يا سيدة قريش لتتحلي به؟ من هذا القادم؟ لعله واحد من أتباع محمد. لا، هو يحمل زجاجة خمر. إنه وحشي عبد جبير. لقد أعتقني السيد جبير، نعم أعتقني وصرت حراً مثلكم. مثلنا؟ هل تساوي نفسك بنا أيها الأحمق؟ هل جننت يا وحشي؟ منذ متى والعبيد يدعون السادة إلى الشراب؟ لا تنسى نفسك يا وحشي. أين الصوت لأؤدب هذا الغلام؟ دعك منه يا جبير، لعله ثمل من كثرة الشراب. بالطبع إنه بلال، ألم تعرف بعد؟ السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بل جئتك برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقرأت يا أبي أنه هو الذي قتل مسيلمة. ما أحكيه لكم يا أحباب هو قصص القرآن الكريم والأثر الشريف،